يقول: إذا استيقظ النائم فوجد أن وقت الصلاة سيخرج ووجد معه آثار احتلام، لو اشتغل بالاغتسال خرج وقت الصلاة، هل يجوز له أن يتيمم حينئذ؟ لا، الاغتسال شرط لصحة الصلاة، واللي يشتغل بشرطها ولو خرج الوقت، ما دام انه يشتغل بشرطها فهو معذور، فاغتسل ثم صل ولو خرج الوقت. نعم.